في منزل مكون من غرفة واحدة تعيشهم أحمد وأبناؤها حياة صعبة تروي حكاية نزوحها. فضيق الحال أصبح كابوسا يؤرقهم منذ النزوح. زوجة معي 9 وزوجي إنسان بحري يشتغل في البحر، حينو كده حينو مع حينو رزقه حينو ما فيش، يعني على ما يجيب ربنا. خلاص أتينا من الخوخة نازحين لأنه كان حرب. ضاعف النازحون من أعباء سكان قرية فقم غربي مديرية البريقة معاناة سكانها الذين يفتقرون إلى أدنى مقومات العيش الكريم. نازحين بعضهم يعانوا من قلة البيوت، بعضهم يعانوا من شحة المياه، ما فيش معنا إحنا مياه لأن المواطن نفسهم ما يلاقوش مياه. 200 أسرة نازحة من مناطق الوازعية وباب المندب اتخذت هذه القرية ملجأ متواضعا بعد الأضرار التي لحقت بمنازل في تلك المناطق التي تدور بها الحرب. ها هم الآن يحاربون ظروف الحياة القاسية التي فرضت عليهم بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم ونزوحهم من قرى باب المندب والوازعية إلى منطقة فقم الساحلية غربية عدن. باتوا اليوم بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة لتأمين مقومات العيش الكريم. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.